السلام عليكم، ازيكم يا طلاب الاعزاء، طلاب ثالث ثانوي. على فكره الفيديو ده هو الفيديو رقم 3 من فيديوهات شرح الحركه في الانسان. احنا في الفيديو الاولاني شرحنا تركيب العضله والقطع العضليه، وشرحنا الخيوط بتاعتها، خيوط الاكتين والميوسين والمناطق بتاعتها. وفي الفيديو الثاني شرحنا الانقباض العضلي، وقلنا ان في منه نوعين: انقباض كيميائي اللي بيحصل على مستوى الليفه او الخليه العضليه، وانقباض ميكانيكي بيحصل على مستوى القطعة أو الساركومير، القطعة العضلية. في الفيديو الثالث احنا نشرح نقطتين مهمين. أول نقطة هي الوحدة الحركية، النقطة الثانية وهي الشد والإجهاد العضلي. يعني احنا دلوقتي هنشرح الوحدة الحركية. طب إيه هي الوحدة الحركية؟ هي الوحدة الوظيفية بتاعت الجهاز العضلي. طب احنا استفدنا ايه؟ بص انا هفهم لك الموضوع ده واحده واحده، فعايزك تركز معايا. كنت اصلا عايز ابدا كمراجعه كده على الفيديوهين اللي فاتوا، بس لاحظت ان انا عشان اراجع هاخد لي ربع ساعه، فعلشان اجري الحته المهمه اللي انا عايز اوصلها لك هتكون انت تركيزك اقل، فقلت لا خلاص انا هبدا من الوحده الحركيه على طول. بص كده ركز معايا، بص تخيل كده معايا ان ده كده المخ، ادي ده المخ بينزل منه اهوت، ادي النخاع الشوكي، ده النخاع الشوكي. فالاشاره العصبيه بتبدأ إن هي تخرج من المخ، أنت مثلا بتخرج أو بتدي إشارة، خلاص بتدي أوامر إن أنت هتحرك إيدك، فالإشارة بتخرج منين؟ من المخ، وتمشي في النخاع الشوكي، تخرج من النخاع الشوكي في خلية لحد ما توصل لآخر خلية عصبية بتكون متصلة بالعضلات، أهي دي العضلات. هنا كده بيحصل بقى مجموعة من التشابكات اسمها التشابكات، مثلا تشابك عصبي عضلي. فنقول على الوصلة دي اسمها وصلة عصبية عضلية، لأنها ما بين خلية عصبية وخلية عضلية. طيب كلام جميل، إيه بقى الوحدة الحركية؟ بص بقى الوحدة الحركية عبارة عن، بص دي خلية عصبية، فالخلية العصبية بتتكون من جسم، ده كده جسم الخلية العصبية، وده اسمه المحور أو الليفة العصبية، اسمه الليف العصبي، نركز في الكلمة ده كده، ده اسمه الليف العصبي. لكن ده هي خلية عضلية، فأقول عليها الليفة أو الليف العضلي. يبقى أنت ميزت لي كده ما بين الليف العصبي اللي هو المحور بتاع الخلية العصبية، والليف العضلي اللي هو الخلية العضلية. بص بقى الوحدة الحركية بتبقى عبارة عن ليفة عصبية واحدة، يعني خلية عصبية واحدة متصل بها مجموعة من الألياف العضلية بيتراوح عددهم من 5 إلى 100. يعني مثلا ممكن تكون خلية عصبية واحدة، ممكن تكون خلية عصبية واحدة متصلة بست خلايا عضلية، متصلة بسبع خلايا عضلية، متصلة بثمان خلايا عضلية، لكن ما ينفعش تكون متصلة بأربعة لأن أقل عدد قلنا 5، وما ينفعش تكون متصلة بمية واحد لأن أقل أكتر عدد قلنا 100. يبقى الوحدة الحركية أو الوحدة الوظيفية للعضلة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتصال خلية عصبية أو ليف عصبي بمجموعة من الألياف العضلية بيتراوح عددهم من 5 لـ100 ليف عضلي. 100 ليف عضلي. فطبعا احنا لما بنيجي نعبر عن الوحدة الحركية بنقول مثلا ايه؟ 1 إلى مثلا 5، أو مثلا 1 إلى 20. يعني ايه كده؟ الواحد ده معناه ايه؟ معناه إن ده كده ليف عصبي، أو واحد يبقى ليف عصبي واحد، إنما 5 دي معناها إيه؟ 5 ألياف عضلية. يبقى كده الوحدة الحركية دي بتتكون من 1 إلى 5. يعني إيه من 1 إلى 5؟ يعني بتتكون من ليف عصبي واحد متصل بخمس ألياف عضلية. طب الوحدة الحركية دي بتتكون من إيه؟ بتتكون من ليف عصبي واحد متصل بـ20 ليف عضلية. طيب هو ازاي بقى الليف العصبي الواحد ده بيتصل بخمس الياف عضليه؟ بص هو ده قلنا عليه ليف عصبي واحد. الليف العصبي واحد بيكون في النهايه في حاجه اسمها التفرعات النهائيه، اهو ده كده تفرع اهو، تفرع اهو، تفرع اهو، تفرع اهو، تفرع اهو، تفرع وهكذا. فدلوقتي انا مثلا ممكن يبقى الليف العصبي الواحد ده ممكن يكون ليه 5 تفرعات او 6 او 7 لحد كام؟ لحد 100. كل تفرع واحد بيكون لي وصله اسمها وصله عصبيه عضليه. تعالى نرسم الكلام ده كده، ايه احنا اللي نرسمه بنفسنا. بص كده معايا،
دي كده ادي الخلية العصبية بتتكون من جسم، ادي جسم الخلية العصبية اهوت، دي كده الزوائد الشوكانية بتاعتها، وده كده المحور اهو، محور الخلية العصبية، دي كده ده كده جسم الخلية، جسم الخلية العصبية، وده كده محور الخلية اللي بيكون متغلف بالميلين، أو ممكن نقول عليه الليف العصبي. احنا عندنا الوحدة الحركية بيكون فيها خلية عصبية واحدة بس. طيب المحور ده بينتهي بمجموعة من التفرعات، أدي واحد مثلا، اتنين، تلاتة، أربعة، وأدي خمسة مثلا، ستة. بص بقى دي اسمها إيه؟ التفرعات النهائية، دي اسمها تفرعات النهائية. كل تفرع نهائي من دول بيتصل بليفة عضلية، بيتصل بليفة عضلية، يعني دي كده ليفة عضلية، دي كده ليفة عضلية، دي كده ليفة عضلية، دي ليفة عضلية، دي ليفة عضلية، دي ليفة عضلية، فأقول على الجزء ده كله كده على بعضه وحدة حركية، وحدة إيه؟ حركية. طب الوحدة الحركية دي بتتكون من كام ليفة عصبية؟ ما قلنا لك ليفة عصبية واحدة أهي. بتتكون من كام خلية عصبية؟ ما هي خلية عصبية واحدة. طب بتتكون من كام خلية عضلية؟ هتقول لي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. تبقى النسبة كام؟ تبقى الوحدة الحركية دي أو الوحدة الوظيفية دي واحد إلى ستة. الواحد هي الخلية العصبية، الستة هي الخلية العضلية. تمام، وصلت الحتة دي؟ طيب يجي سؤال بقى يلخبطك كده ويقول لك كم أقل عدد ممكن من الألياف العصبية اللي بتغذي العضلة؟ أقل عدد ممكن من الألياف العصبية اللي بتغذي العضلة. مثلا عضلة بيكون فيها، عضلة مثلا بيكون فيها 1000 ليفة، مثلا عضلة بيكون فيها 1000 ليفة، ليفة إيه؟ ليفة عضلية. يعني أنا مثلا معايا عضلة، العضلة دي بتتكون من 1000 ليفة عضلية، أنا عايز أقل، بص بقى الكلمة، أقل عدد ممكن، السؤال اللي بيلخبط أهو، ممكن من الألياف العصبية. طالما أنا عايز أقل عدد ممكن من الألياف العصبية اللي بتغذي العضلة دي، أنا هقسم الألف ده، بص بقى الألف ده على كام؟ إحنا قلنا إن الألياف، يا إما الألياف العصبية بتغذي من 5 لـ100، يبقى أقسمها على الرقم الكبير اللي هو كام؟ اللي هو 100، اللي هو 100، يبقى 1000 على 100 تديني كام؟ تديني 10. طبعا صفر ده مع ده وده مع ده، فيتفضل كام؟ 10. تمام، يبقى انا كده الليفة العضلية دهيت بيغذيها 10 ألياف عصبية، 10 ألياف عصبية. ليه؟ معنى كده إن إيه؟ معنى كده إن الوحدة الحركية بتاعتها بتتكون من 1 إلى 100. يعني كل ليف عصبي واحد بيغذي 100. يبقى أنا معايا 10 ألياف عصبية بيغذوا 1000 ليفة عضلية. تبقى واحد إلى كام؟ واحد إلى يعني 10 إلى 1000. طب افرض أنا قلت لك أنا عايز أكبر عدد ممكن، أكبر عدد ممكن من الألياف العصبية. لا ساعتها بقى تغير الكلام بقى، طالما أنا عايز أكبر عدد ممكن من الألياف العصبية اللي بتغذي، يبقى أقسم الألف على كام؟ على 5 تديني 200. يبقى كده العضلة دي بيغذيها كام؟ بيغذيها 200 ليفة عصبية، بيغذيها 200 ليفة عصبية. يعني معنى كده، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الليف العصبي الواحد بيغذي 5 ألياف عضلية. فيبقى معايا لو معايا مثلا 200 في 5، يبقى ال 200 هم اللي بيغذوا كام؟ بيغذوا ال 1000 ليفة عضلية. وصلت الفكرة؟ يبقى لما يقول لك انا عايز اقل عدد ممكن بقسم على العدد الكبير اللي هو 100، ولو اقول لك انا عايز اكبر عدد ممكن بقسم على العدد الصغير اللي هو 5، لان انا عايز اكبر عدد ممكن من الالياف العصبيه اللي بتغذي الايه؟ اللي بتغذي العضله. خلي بالك بقى انا عايزك تفهم السؤال ده كده عشان خاطر ما تتلخبطش فيه. تمام، يبقى دي كده الوحده الايه؟ الوحده الحركيه، دي كده الوحده الحركيه. طيب تعال نمسك كده اهي، دي واحدة حركية، فلو مسكنا الحتة دي اسمها الوصلة العصبية، دي كده وصلة عصبية ودي وصلة عصبية، وصلة عصبية عضلية، وصلة عصبية عضلية. فلما نيجي نكبرها يظهر لنا المنظر ده كده أهو، دي كده الزر،
هو الزر اللي هو نهاية التفرعات النهائية أهو، ما دي التفرعات النهائية بتنتهي بزر أهو، ده الزر تمام. ودي كده مين؟ دي كده ليفة عضلية أهي، ليفة عضلية، والوصلة دي اسمها إيه؟ وصلة عصبية عضلية. طيب الغشاء ده اسمه إيه؟ الغشاء ده اسمه ساركو لما. طيب حلو خالص، يبقى ده كده الساركو لما. طيب قلنا إن دي الوصلة العصبية العضلية. طيب المنطقة بقى، شايف المنطقة، المنطقة ده اللي بتاعت العضلة ده، المنطقة دي على بعضها كده اسمها وصلة أو صفيحة نهائية حركية، صفيحة نهائية حركية، أي صفيحة نهائية حركية. يبقى لما أجي أقول لك هي مستقبلات الأستايل كولين، مستقبلات الأستايل كولين اللي هي أهي، مستقبلات بتاعة النواقل، المستقبلات العصبية اللي بتكون موجودة على الساركوليم، هل يا ترى هي بتكون موجودة على طول الساركوليم كله، ولا بتكون موجودة في الصفائح النهائية الحركية فقط؟ طبعا هتقول لي موجودة في الصفائح النهائية الحركية فقط. ليه؟ لأن هو أنا لو أنا هحط هنا مستقبل أعمل بيه إيه؟ يعني مستقبل اللي هيكون هنا هيكون مستني مين يعني؟ مفيش أي حاجة. وبالتالي نخلي بالنا عشان في سؤال كويس خالص بيقول لك إيه؟ هي المستقبلات النهائية العصبية دي بتكون موجودة على أي من الاختيارات التالية، طول الساركوليما أو طول الغشاء العضلي كله، غشاء الليفه العضليه، ولا بيكون في الصفيحه النهائيه الحركيه؟ لا طبعا هيكون في الصفيحه النهائيه الحركيه، لان الجزء ده هو اسمه الصفيحه النهائيه الحركيه، لكن ده كله على بعضه اسمه الساركوليما اللي هو غشاء الليفه العضليه. طيب يبقى كده عرفنا يعني ايه صفيحه نهائيه حركيه، وعرفنا ان دي وصله عصبيه عضليه. طيب ودي طبعا حويصلات الايه؟ حويصلات التشابك، وهنا الاستايل كولين اللي بيخرج. طيب يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ الوحده الحركيه. تعال نفهم بقى بعد كده الشد العضلي، او مثلا ممكن اجي اسالك سؤال زي كده يقول لي هي الشكل اللي قدامي ده فيه كام وحده حركيه او فيه كام وحده وظيفيه، ابدا اعد الالياف. انا معايا ليفه 2 3 4، يبقى الشكل ده بيكون فيه اربع وحدات حركيه، اربع وحدات حركيه، لان الوحده اربع وحدات وظيفيه. ليه؟ لان الوحده الواحده بيكون فيها خليه عصبيه واحده. طب انا معايا اربع خلايا عصبيه، يبقى معايا اربع وحدات حركية أو أربع وحدات وظيفية. طيب نيجي بعد كده للشد العضلي. عارف أنت إيه سبب الشد العضلي أو الإجهاد العضلي؟ لما بيكون في بذل مجهود عنيف، يعني مثلا العضلة عمالة تنقبض، يعني نقدر نقول على بذل مجهود عنيف. فالعضلة عمالة انقباض 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 بشكل مستمر، يعني عمالة تاخد ATP بشكل مستمر، فعماله تستهلك في الاي تي بي. طب هو الاي تي بي ده بيكون جاي منين؟ الاي تي بي ده بيكون جاي من عمليه اكسده الجلوكوز، يعني التنفس الخلوي، تمام، اللي هو التنفس الخلوي للجلوكوز. طيب انا عمال اعمل جلوكوز، اجيب مثلا بص في جلوكوز زائد اكسجين، اخدهم الاثنين واعمل بيهم تنفس هوائي، اطلع بيه ايه؟ اطلع بيه 38 ATP. يبقى انا دلوقتي مثلا دي كده خليه عضليه، هي الخليه العضليه دي بيكون عندها شريان، فالشريان عمال بيجيب لها ايه؟ عمال بيجيب لها جلوكوز، عمال بيجيب لها اكسجين، تعمل تنفس هوائي، فتطلع لي 38 ATP. طب انا عمال ابذل مجهود عنيف، يعني عمال اجري 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 اجري، يعني انقباض مستمر، يعني انا عايز كميه كبيره من الاي تي بي، يعني انا عمال استهلك كميه كبيره من الجلوكوز واستعمل كميه كبيره من الاكسجين، فجاه انا اصلا يعني لياقتي البدنيه ما تسمحليش ان انا اجري او ابذل المجهود ده كله. ايه اللي يحصل؟ يبدا يحصل نقص في كميه الجلوكوز، وكمان نقص في كميه الايه؟ الاكسجين. فتبدا العضله بقى، العضله بتكون مخزنه عندها الجلايكوجين، بيكون مخزنه جلايكوجين. هو عباره الجلايكوجين ده عباره عن ايه؟ الجلايكوجين ده عباره عن بوليمر كبير، عباره عن جلوكوز وجلوكوز 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 وجلوكوز، مخزناه في صوره ايه؟ في صوره جلايكوجين. انا دلوقتي عمال ابذل مجهود عنيف، ففي كميه قليله من الجلوكوز وكميه قليله من الاكسجين، قال له خلاص كده ما بقاش فيه جلوكوز ولا بقى فيه اكسجين، اعمل ايه بقى؟ ابدا اروح اخد من الجلوكوز اللي متخزن في صوره جلايكوجين. فجرايح ماسك ايه؟ رايح ماسك الجلوكوزه دي واخدها علشان اعمل لها تنفس، اجي اعمل لها تنفس هوائي ما الاقيش اكسجين. طب انا جبت الجلوكوز خلاص، حلينا المشكله بتاعت الجلوكوز دي اللي لقينا فيه جلايكوجين، اجي اخد اكسجين
ما الاقيش اكسجين. طب خلاص، طب انا عايز اي تي بي ضروري، العضله عماله تنقبض وتنبسط، اجي واخد الجلوكوزة ده وادخلها في تنفس لا هوائي. ليه؟ لان مفيش هواء، مفيش اكسجين، فيطلع لي ايه؟ فتطلع لي 2 اي تي بي بس، عماله تديني 2 اي تي بي بس، وكمان بتطلع لي 2 حمض لاكتيك. وحمض اللاكتيك ده حمض رخم. يعني ايه حمض رخم؟ هو الحمض اللي بيسبب الاجهاد العضلي، ده الحمض اللي بيسبب الاجهاد العضلي. يعني عارف انت مثلا لما تقعد شهرين كده ما تروحش الجيم، او ولا سنه ما تروحش الجيم، وتروح الجيم وتقعد بقى تشيل حديد وبتاع، تاني يوم تبقى مش قادر تقوم من مكانك. ايه السبب في الكلام ده كله؟ هو السبب ان انت عمال تعمل مجهود عنيف، مجهود عنيف، فكميه الدم بتاعتك مش قادره توفر الجلوكوز والاكسجين، فتروح تاخد من الجلايكوجين المتخزن، فتستهلك جلايكوجين بس ما تلاقيش اكسجين، فتعمل تنفس لا هوائي. فلما تعمل تنفس لا هوائي ماشي، هتوفر اي تي بي، بس قصاده هترسب حمض اللاكتيك، هترسب حمض الايه؟ حمض اللاكتيك. فلما ترسب حمض اللاكتيك تيجي بقى تاني يوم مش قادر تتحرك، وحاسس بوجع رهيب. الوجع الرهيب ده بقى هو سببه حمض اللاكتيك، الحمض الرخم اللي بيسبب لك الالم اللي انت بتحس بيه ده كله. تمام. وطبعا لما بيحصل نقص كبير في كميه الاي تي بي، فبتعمل تنفس لا واعي، فانت اصلا كنت بتاخد 38 اي تي بي، فجاه مره واحده بقيت تاخد 2 بس، فهتحتاج كميه كبيره من مين؟ من الجلوكوز تاني، فتقعد تستهلك في الجلايكوجين. فيحصل بقى ايه اللي يحصل؟ يحصل نقص في كميه الجلايكوجين. الجلايكوجين انت عمال تستهلكه، لان اصلا الواحده الجلوكوزه كانت بتديك 38، لا ده المره دي الواحده الجلوكوزه بتديك 2 اي تي بي، تديك 2 بس اي تي بي، فانت تحتاج تاخد دي وتاخد دي وتاخد دي وتاخد دي وتاخد دي، فتؤدي الى نقص مين؟ نقص الجلايكوجين. فاللي بيحصل طبعا ايه؟ ده كده حاله الايه؟ حاله الاجهاد، هيحصل لك اجهاد بسبب تراكم او ترسيب حمض اللاكتيك. طب وده ممكن يؤدي على ايه بقى بالنسبه للبي اتش؟ انا عندي البي اتش بيكون من 0 الى 14، والمتعادل بيكون 7. فطبعا احنا عندنا في المسافه اقل من 7 بيكون حمضي، فاحنا عمالين نرسب حمض اللاكتيك، فالاجهاد العضلي يؤدي الى ايه؟ الاجهاد العضلي اللي هو ترسيب حمض اللاكتيك يؤدي الى تقليل البي اتش، هيخلي البي اتش قليل، بينزل الايه؟ البي اتش بتاع مين؟ بتاع الخليه العضليه. طيب لو حصل بقى نقص اصلا في الاي تي بي، يعني مثلا اصبح دلوقتي ان الاي تي بي دي اصلا مش موجوده، خلاص انت وصلت لمرحله ان مفيش اي حاجه خالص، مفيش كميه حتى كافيه من الاي تي بي ان انت تنبسط. فاللي بيحصل بقى ان شفت انت الرابط المستعرضه ديت لما تيجي تتكون اثناء الانقباض، بص كده تعال نشوف صوره الانقباض، شفت كده؟ بص ركز معايا في الحته دي، العضله دي في حاله انبساط، العضله علشان تنقبض بنكون الرابط المستعرضه اللي بتمسك مين؟ بتمسك ما بين الميوسين والاكتين. طب مين اللي بيساهم في تكوينها؟ هو الكالسيوم، ايونات الكالسيوم والاي تي بي، باخد الطاقه اللي بتكون مخزنه في الاي تي بي. ازاي؟ انا بيكون معايا مركب اسمه اي تي بي، الاي تي بي يعني ادينوزين، بيكون مربوط بفوسفات او فوسفات او فوسفات اهو، ثلاثه فوسفات. الطاقه بتكون متخزنه فين؟ بتكون متخزنه في الفوسفات الثالثه هنا كده. فبمسك الطاقه، بمسك الرابطه دي واكسرها واخرج منها طاقه، فبحول الاي تي بي الى اي دي بي. اي دي بي يعني داي يعني 2، يعني معنى كده انه بيكون ادينوزين مربوط بفوسفاتا وفوسفاتا بس زائد فوسفاتا حر، يبقى الانقباض ده اهو، الانقباض ده اهو بيزود لي من نسبه الفوسفات الحر، بيزود لي من نسبه الاي دي بي، بيقلل لي من نسبه الاي تي بي. طيب ماشي، علشان خاطر امسك الرابط المستعرضه في الاكتين وشدها فسبب الايه؟ الانقباض. طب انا عشان احول بقى واعمل العكس، يعني ايه اعمل العكس؟ يعني ارجع من الانقباض للانبساط تاني، يعني عايز الروابط المستعرضه تبدا ان هي تفك، علشان تفك انا بحتاج برضو اي تي بي كمان، يعني الروابط المستعرضه دي علشان تتكون بتاخد اي تي بي، وعلشان تفك برضو بتاخد اي تي بي. طب الحل كده ايه؟ انا عايز اي تي بي في الانقباض وعايز اي تي بي في الانبساط. طب انا لو وفرت اي تي بي، يعني مثلا لو في اجهاد، فاصبح كميه البي تي الاي تي بي قليله، الكميه بتكون قليله، فالكميه الموجوده كونت لي روابط مستعرضه مسكت في خيوط الاكتين، يعني سببت لي انقباض.
الكمية اللي موجودة. أصبح دلوقتي أنا معيش كمية تانية عشان أفك الروابط المستعرضة وأروح لحالة الانبساط. إيه اللي يحصل بقى؟ يحصل شد عضلي. في الحالة دي يحصل بقى شد عضلي. تفضل الروابط المستعرضة ماسكة في مين؟ ماسكة في الكيوتين، ماسكة في الأكتين، ماسكة في خيوط الأكتين بسبب نقص طبعا جزيئات الإيه؟ الـ ATP. يبقى الحاجة المشتركة اللي ما بين الشد العضلي والإجهاد العضلي هو نقص الأكسجين. الاتنين بيكون فيهم نقص في الأكسجين. لكن لو كمية الجلايكوجين ده، لو كمية الجلوكوز قلت، هيؤدي إلى تناقص الـ ATP. غياب اصلا في الاي تي بي، غياب الاي تي بي ده يؤدي الى برضه شد عضلي. يبقى دلوقتي انا عندي الاجهاد العضلي، اسبابه ايه؟ اسبابه نقص الاوتو، نقص الاكسجين، بس ما بيبقاش في نقص في الجلوكوز لان انا بروح اعوضه تاني من الجلايكوجين. اسبابه ليه اسباب تانية؟ اسبابه طبعا بيؤدي، مش اسبابه بقى، بيؤدي إلى إيه؟ ترسيب حمض اللاكتيك. ترسيب حمض اللاكتيك، يبقى الإجهاد العضلي سببه هو نقص الأكسجين وبيؤدي إلى ترسيب حمض اللاكتيك، وبيؤدي كمان إلى تقليل البي اتش، تقليل الأس الهيدروجين. تبين ده الإجهاد العضلي. وطبعا بيكون في نقص فين؟ نقص، خلي بالك، نقص فيه الـ ATP، تمام، بس بيكون نقص مش غياب. طب تعالى بقى نمسك الشد العضلي. الشد العضلي ليه أسباب كتير. أول سبب هنقول نقص الأكسجين، ماشي. تاني سبب، بص بقى، غياب، على عكس الإجهاد، غياب الـ ATP. مفيش ATP، مفيش ATP، خلاص أنا هيحصل إيه؟ هيحصل شد عضلي. طيب ثالث سبب هنقول غياب الكولين استريز. ليه بقى؟ لان وظيفه الكولين استريز هو انه بيكسر الاسيتيل كولين. وظيفته انه بيكسر الاسيتيل كولين وبيحوله الى كولين وحمض خليج. فاصبح دلوقتي لو انا دلوقتي ما عنديش مين، لو ما عنديش الكولينستريز مش هقدر اكسر الاستايل كولين، يعني مش هقدر اعمل حاله انبساط فيؤدي الى تشنج او شد ايه، او شد عضلي، او شد عضلي. طيب رابع سبب معايا هو وصول سيالات عصبيه من المخ. السيالات دي بتكون مالها؟ بتكون غير صحيحه، بتكون غير صحيحه. يعني مثلا بص كده الالياف العضليه دي، فلو في سيال عصبي غير صحيح، مثلا في سيال غير صحيح، يعني ايه؟ يعني مثلا الليفه العصبيه دي وصلها اشاره بتقول تخلي العضله دي او او او, أو الحزمه العضليه دي تنقبض. افرض بقى دي الحزمه العضليه دي بتنقبض، طب جه سيال عصبي من هنا بيقول لها انبسطي، يعني انبساط، يعني واحد بيقول انقبض واحد بيقول انبسط، يبقى اصبح ده اسمه سيال عصبي غير صحيح. ده يؤدي طبعا الى شد عضلي مؤلم جدا، والشد العضلي ده ممكن يؤدي الى نزف دموي، لان طبعا الخيوط الرابط المستعرضه هتكون ماسكه ببعضها، فتيجي تشدها فطبعا هتشد معاك الاكتين، فيؤدي طبعا الى ايه؟ الى نزف دموي. فطبعا نفسرهم بالرسومات البيانيه. بص بقى، حاله الاجهاد، تعال نشوف الاجهاد الاول. الاجهاد هو بيحصل فيه انقباض وانبساط، يعني بص دي المعدل الطبيعي، المعدل الطبيعي للانقباض العضلي اهوت، بتنقبض وترجع تنبسط تاني، ده كده ايه؟ طبيعي. طب امال الاجهاد؟ الاجهاد هي بتنبسط على فكره، بتنبسط بس بتاخد وقت اهو، بتلاقي واخده وقت كده. ده كده اجهاد. ده كده الاجهاد. طب تعال نشوف الشد العضلي. على حسب السبب، بص بقى، لو الشد العضلي كان سببه نقص الـ ATP، يعني ايه كده؟ يعني بص ده كده الطبيعي اهو، ده الانقباض الطبيعي. لو كان نقص، بص بقى، العضله بتبدا ان هي تنقبض، بتنقبض عادي خلاص اهيت، بس مره واحده ما بتلاقيش ايه، بتيجي تنبسط اهيت،
بس مرة واحدة ما تلاقيش جزيئات الـ ATP، فبتبدأ إن هي إيه؟ ما تنقبضش خالص، ما تنبسطش، ما توصلش لمرحلة الانبساط. فده يبقى كده شد عضلي سببه نقص في الـ ATP، نقص في الـ ATP. طيب قلنا كمان برضو نقص الأكسجين وهو بيؤدي إلى غياب الـ ATP، وبرضو غياب الكولين أستريز بيكون نفس الفكرة. طب السبب الثالث اللي هو بتاع وصول سيالات عصبية غير صحيحة، بص بقى اللي بيحصل هو ده كده، هو إن الخلية العصبية بتنقبض عادي خالص أهو، فتيجي تنبسط تيجي لها سيال عصبي غلط فتنقبض تاني، سيال عصبي فتنقبض تاني. فبقى أول ما نشوف الشكل ده كده سببه إيه؟ سببه هو وصول سيالات عصبية من المخ غير صحيحة، سيالات غير صحيحة، لكن غياب الـ ATP اللي هو ده أهو، ده كده غياب ATP. بتنقبض عادي خالص، تيجي تنبسط يا دوبك بتنبسط شويه ما تلاقيش اي تي بي، فخلاص كده يحصل شد عضلي. لكن الاجهاد العضلي بيحصل فيه انبساط عادي خلاص، بس بياخد وقت، الزمن بيكون اطول. يبقى نميز ما بين الرسومات، طبعا ده بيكون الايه الطبيعي بس. وبكده نبقى خلصنا الوحده الحركيه والاجهاد العضلي والشد العضلي.